بغيت تبكي القلب ديالك نشف من البكاء كان عاد منك دو بوس وعالي وحق الله العظيم وانا معاك والله سي يوسف راه كنت نقرا في سيزيام اقسم بالله ما نكذب عليك كان 18 19 20 كنت نضرب في النقاط وقال بغيتي مثلا نقولوا تمشي تزواج ولا شي حاجه تقول لك هذا ولد حرام مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. غادي نتناول قصه غريبه معايا حميد. حميد شاب عنده 28 سنه ما لقى امه ما لقى باه في الاول في الاخير قدر يوصل لهم هذيك الصدمه الكبرى. تبعوا معايا حميد ربطي بيا اتصال داكشي تيألم. عاود يا حميد ملي دزتي كما قلتي لي ملي كانت عندك 4 سنين ملي كانت عندي 4 سنين. السلام سي يوسف، انا تزاديت في قريه الاطفال اس او اس وحليت عينيا وانا في واحد الخيريه. ملي جيت نسول لقيت بان واحد الجد ديالي ما اعترفش بيا لاحني، ومن تما المهم مشيت لجمعيه اس او اس قريه الاطفال راه كاينه في المقر ديالها كاين في كازا. عشنا واحد الطفوله تما بخير. هي فاش وصلت واحد 20 عام كتصدم بواحد المجتمع اللي صعيب، ما لقيتش ابسط الامور ما كتلقاهاش. بغيتي تمشي يعني ملي كتكمل هذيك القرايه بغيتي تمشي تخدم ما كتلقى عندك يعني حتى لاكارت ناسيونال كتوحل فيها، يعني حتى واحد دابا انا شهاده سكنه ما يعطيك حتى واحد. و يعني عشت واحد الظروف نفسيه بزاف، مشيت يعني وقعت واحد الاكتئاب كنقول انا منين يعني شنو الذنب ديالي في هذا المجتمع. يعني كنسال نفسي بزاف كنقول شنو غندير من هنا، ما عرفتش صافي دخلت بها الدنيا. و صافي بديت نبكي كنقول كون زعما نشوف هاد العائله راه ما عمرني شفتهم شي 25 عام. ملي شفتهم اخر مره في خميسات يعني تصدمت، لقيت الوالده ديالي مريضه يعني حياتها كلها هي تما، مع ما لقيتش عاد زدت يعني ما بقاش عندي حتى صافي. بقيت كنتسائل مع نفسي كنقول شنو غندير. رجعت لكازا عاوتاني، ومن رجعت لكازا مشيت بغيت ندبر على راسي كنقول غادي لا واعس. مشيت لعند اس او اس قلت لهم يعاونوني في هذا الشيء، قال لك لا انت عندك واحد السن قانوني سير في حالك. يعني ما عرفتش نقول لك اسي يوسف دابا عطيتيني مجموعه من النقاط غادي نرتبهم انا وياك. انت دوزتي في الجمعيه وقريتي تما، تلاش قريتي؟ قريت حتى السيزيام. مزيان. من بعد مشيتي كتقلب على الوالدين، هذا الجد ملي وصلتي ليه شكون هي امك؟ لقيتيها؟ باك خوتك؟ هذا الجد يعني قاسي القلب كما كيقولوا، قاسي عنده قلب حجر. يعني اين فوا شافك قال لي سير في حالك. هو اصلا جرى حتى على بنته اللي هي امي، جرى عليها الشارع وعاد هي رجعها وانا قال لي سير في حالك، قال لي انت ما عندكش بلاصه ديالك هنايا. وهي شنو قالت لك هي الام؟ هي الام مسكينه ما قدرت دير والو، ما قد تقول لا اه لا لا، لحقاش حتى هي عايشه مع با. وهذاك الجد تيقول لك انت سير في حالك، راه تصور جرى علينا فاش كان عندي 4 سنين. قلت له شنو الذنب ديالي؟ صافي قلت لها صافي ماشي مشكل، قلت لي ماشي مشكل صافي غادي نهز حوايجي وغنمشي في حالي. مشيت واحد مسكينه واحد العمه قالت لي اجي عندي هادي، ولكن هي عندها الولاد وانا اش غندير في وسط منهم تمايا. كنحس براسي غريب يعني فيما مشيت غريب، كان يعني تا وليت ولا عندي شروط ذهني بزاف، كنكون غادي شي واحد كيقول لي يعني ما بقيتش كان يعني ما بقاش عندي بقيت ما بقيتش كنبكي كنقول يا ربي افتحها يا ربي افتحها. كل شي 5 سنين بحال هكذايا وبحال هكذا 6 سنين. هاد الام ملي دويتي معها ما وراتكش الاب؟ هي الصراحه كل واحد كيقول تمايا. الام كتقول لك راه الاب ديالك راه سميتو حامد بحال السميه ديالي، وكتمشي عند العائله الاخرى كيقول ديال الاب تيقول لك حنا كيقول لك حنا راه الاب ديالك وما عرفوش هو داك ولا ماشي هو. المهم ما بغاوش يقولوا لي حقيقه وصافي. صافي ما عندكش الخوت؟ ما كاينش خوت؟
انا شكيت بان واحد تما الاب ديالي وكاين خوتي يمكن هذوك هما خوتي انا شكيت فيهم مع شي واحد العائله وكنقول لي انا عمي. ولكن هذا اللي شفتي انت وكتقول انت الاب واش من مرة اخرى خوت يعني من باك ولا خوتك شقاك اللي من الام؟ لا لا من ام اخرى. نعم والام ديالك انت عندها ولد واحد؟ انا بوحدي عند الوالده ديالي عندها انا بوحدي. اما القضيه ديال الاب هي اللي ما بغاش يقولوا لي شنو كاين. صافي ملي كثرت عليا الضغوطات النفسيه رجعت لكازا. رجعت بغيت نقلب مع لاكره ما عندك باش تسد اللقمه ديال العيش ديالك. وهاد 3 سنين ديال كورونا يعني الجحيم يعني ما كتلقاش. بغيت تبغي تبكي تبغي تبكي القلب ديالك نشف من البكا كان يعني ما عرفتش نقول لك اسي يوسف راه ما والله العظيم انك دوي بمستوى عالي وحق الله العظيم وانا معاك والمتتبعين حتى هما تبارك الله كيميزوا في الكلام. قول لي قول لي والله اسي يوسف انا كنتسائل دابا في هذا المجتمع اللي بغيت نعرف شنو هو الذنب شي واحد يتيم مسكين يتيم يعني ما عنده ولا حتى واحد غير الله راه كاين يعني الدوله راه لما غتعاونك لا الدوله لا حتى واحد يعني الا ما كانش عندك الاب ولا شي واحد اللي ولا الام ولا شي واحد اللي يساندك ولا يعني شكون اللي غادي يعاونك انت طحتي في هذا يعني تشردتي وقع لك التشرد وقع لك ضغوطات نفسيه يعني شكون اللي غيعاونك الا ما عاونكش من غير العائله ديالك من بعد الله الا ما كانش العائله شكون اللي غيعاونك دابا شنو اللي كدير انت وشنو سي يوسف راه من تما وانا دابا انا يعني من هنا لهنايا فين ساكن انت؟ والله سي يوسف انا جالسها عند بحال شد واحد الدري صاحبي مسكين داير معايا مزيان اما راه ما كاين لا سكنه لا والو ما كاين ما وليا واخا انا غنكون معك صريح في داكشي اللي قلتي لي دابا قبل من التصوير اثر عليا دويتي لي على السبرديله قلتي لي لابس السبرديله مطقوبه من التحت ما عنديش التحت ديالها قلتي لي الامنيه ديالي في الجواج خفت تعيرني تقول لي ولد الحرام صحيح هادشي فعلا سي يوسف سي يوسف راه عندي ها هي السبرديله ها هي تقول قربت تحل ليا ولبسه وحده هذه اللي كتشوف هي هذه راه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني كاع الا بغيتي مثلا نقولوا تمشي تزواج ولا شي حاجه تقول لك هذا ولد حرام نوض عليا يعني ديما كيبقى عندك هاد عندك بزاف ديال التساؤلات اللي ما يعني ما ديما كتلقى ديما احراج خصوصا ملي كنتذكر الجانب العائلي كتجيني واحد البكيه كنبغي نبكي ما عرفتش كيفاش غادي نصر الجمهور. هاد 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 السيد اللي مسكين معاونك في السكن ساكن عنده بشكل مؤقت وما عندك حتى درهم باش كتاكل باش كتشرب باش قولي الصراحه اللي عطى الله هو هذا الواقع هو هذا قولي باش كتاكل باش كتشرب. والله سي يوسف راه كتحس براسك عبء على المجتمع على المجتمع يعني بشحال قدك بنادم كل واحد كتمنو هضره يقول لك انت نوض سير كتافك راه عرضك كتافي سير تخدم يعني في غتمشي يعني هي العائله ما كاين لا عائله لا بحال لا كاينه بحال ما كايناش يعني الاب والام ها هما كل واحد ما متفقش ما متفقين حتى بعضياتهم ويعني انا حرت انا بواحد الدوامه بغيت نخرج منها ما عرفتش كيفاش تسير في هذيك العائله اللي قدر يعتقك وينقدك والو سي يوسف كاين واحد العمة لاباس عليها ولكن حتى هي راه قلبها كالحجر راه كتشوف فيك واخا تقطع والله ما تعاونك حتى حاجة كتقول لك كتبقى تشوف فيك بحال هكذايا تخليك صافي ما تسوقش لك يعني في هذيك العائلة إلا مشى الأم هي كلشي. أنت مصوب لاكارت ناسيونال عندك فيها سمية الأم ولا ما مصوب؟ عندي لاكارت سي يوسف فيها اسم الأم ولكن دابا لاكارت دابا تمسحات ليا كنمشي عند لهم كنقول لهم صوبوا لي كيقول لك الجمعيه ديال اس او اس كيقول لك حنايا دبر مخك سير يعني فين غنمشي سي يوسف واش تمشي فين غتمشي ما عرفتش انا فين انت مسالم ودرويش اصاحبي وكتهضر مني تهضر بواحد المستوى عالي. والله سي يوسف انا كنت نقرا في سيزيام اقسم بالله ما نكذب عليك كنت كان 18 19 20 كنت نضرب في النقاط والمستوى كنت واحد القرايه اقسم بالله العظيم وتنبكي تنقول كيفاش ضيعت حياتي وضيعت بسبب هاد التفاهه التفكير 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 يعني كلشي غير بالتفكير يعني بسبب تنهملت ليش العائله اللي تحتضنك ما لقيتش العائله تحتضنك وهملت راسي
متخرج هادشي ان شاء الله. نطلبوا الله تعالى والمغاربه تكون هادي سنه ديال الخير في اول فيديو غادي ندير انا في 2022 يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا شتو النوبل باش كيتكلم هذا الشاب صراحه له مستوى عالي في النقاش، وهذا ان دل على شيء انما يدل على الاخلاق ديالو اولا، ثانيا في خضم الموضوع قال لي كنت تنقرا مزيان تنجيب 18 19 ممكن بنسبه كبيره، لان الطريقه ديالو باش كيتكلم وبالاحساس والعفه والله عز وجل اللي عن بالحال ديالو ضحيه اش نقطة. ضحيه مجتمع. تفضل يا سي يوسف. الا شتيني شويه انا غا الضغوطات الاجتماعيه، عرفتي الضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه بلا ما ندوي لك عليها يعني يعني ما عندكش ابسط الامور يعني كاينين دابا في المجتمع كتلقى واحد ما تصور خبزه ديال الاخره ما كتلقاش كتوحل يعني ما كتلقاش ابسط الامور يعني ها انت وريتك يعني حتى الصبرديله هي اللي كنكسب. علاش؟ بسبب بيطاله، ما كاينه البيطاله اولا. تصور لي بوالديه لي بوالديه وكيوحل المجتمع يعني من غير الله، ولا كاينين شي محسنين الله يجازيهم بخير. انا معك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه غريبه، هذا الشاب عنده 28 سنه عاش في الجمعيه، الجمعيه كما كان الحال دارت اللي عليها، وصل 18 سنه 19 سنه تيبحث على الام والاب، الا انه كيتصدم بواقع اخر، تيلقى المآل ديالو هو الشارع، الدنيا عنده ظلمه، هو حاليا ساكن عند واحد السيد بشكل مؤقت، ولكن ما عندوش القوت اليومي ديالو، هيا ما يقلب على العمل تلقى اشكاليات. وهذه المساله هذه ما ضافهاش ليا في الحوار، وقالها ليا قال لي كاين الناس اللي كنمشي لعندهم تيعرفوا ما عنديش الوالدين تيخافوا مني، وانا الحمد لله عندي منه بالما يكفي، وصراحه مميزات ما عنده صوابق قضائيه، انسان متخلق ويخاف الله. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال حميد، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين، كل ما كل من ساهم او ساعد في الاجر ديالو مع هذا الشاب الله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام سوف ابقى ان شاء الله متتبع القصه ديالو، وتنطلب ربي هذا الشاب يكون في ايادي امينه، لانه طاقه وقاري ومتمكن وله اخلاق ما تاثرش بعدم الشارع، وهذا شيء قل نظيره صراحه في الطرفيه ديالو بناء على الهيستوريك ديالو على الماضي ديالو اللي صعيب. مشاهدينا الكرام غادي نعطي رقم الهاتف ديالو، الله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.